شكراً سمر نبدأ الصحف اليوم من الأخبار وأيضاً عن الوضع المعيشي تحديداً الخبز كتبت راجانا حميه كارتال الأفران يأكل رغيف الفقراء رسميا وابتداء من اليوم ربطه الخبز الذي ت... التي تزن 1000 جرام وتسعرها وزاره الاقتصاد والتجاره ب 1500 ليره صارت تزن 900 جرام. هذه الخطوه التصعيديه التي اعلنها الكارتل الجديد، لاحقها تصعيد اخر ارادوه شديد اللهجه، حذروا خلاله وزاره الاقتصاد من تصدير المحاضر لان ضريبة, ذ... ضريبه ذلك ستكون النزول الى الشارع واعلان الاضراب المفتوح. لا يابه هؤلاء لقرار بطيش فهم يعتبرون بان القرار قرار يمثله وحده كوزارة اقتصاد أما قرارهم هم فهو تخفيض الوزن ونقطع السطر تقول رجان حمية هي كلمة واحدة يقول بطيش أنا سأطبق القانون ولا أرى أنهم مظلومون فهامش الربح مفتوح أمامهم وثمة أدلة كثيرة تبدأ بربطة الخبز اللي حقها ألف وعم ببعوها بألف وخمسة ولا تنتهي بأنواع المخبوزات الأخرى التي لا تخضع هي الأخرى للرقابة رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو يقول بأن تكون هذه السلعة مثلها مثل السلعة التي يتم دعمها من الدولة أن أي أن يكون لها جدول أسعار كالمزوت والغاز إذ لم يعد مقبولا أن تصل الأرباح على سلعة أساسية كالخبز إلى حدود السبعين إلى ثمانين بالمية تفاصيل أكثر في هذا المقال نبقى في الأخبار وكتبت الأخبار التيار الحر إلى المعارضة حتى ليل أمس ثابتتان كانتا لا تزالان تحكمان الأيام الخ الخمسة المتبقية قبل موعد الاستشارات النيابية الملزمة. الأولى أن رئيس الجمهورية لن يؤجل الاستشارات مجددا والثانية أنه لا يريد سعد الحريري على رأس الحكومة المقبلة بعد الطعنة التي وجهها الأخير للتسوية الرئاسية باستقالته وبعد الإخراج السيء الذي اعتمده رئيس الحكومة المستقيل لنكثه بوعده دعم وصول المهندس سمير الخطيب إلى رئاسة الحكومة. عمليا نجح الحريري بمناورة الخطيب في فتح باب الاستشارات الذي كان مقفلا ب قرار من عون وارفق ذلك برسالتين متشددتين امس اولهما العوده الى نغمه تشكيل حكومه اختصاصيين تحوز الثقه المطلوبه محليا وخارجيا كما ورد في بيان كتله المستقبل النيابيه امس وثانيهما العوده الى اغلاق الطرق ليلا وفق مصادر في 8 اذار فان اصرار الرئيس عون على ابقاء الاستشارات في موعدها قد يقود الى تكليف ضعيف للحريري من دون اصوات التيار الوطني الحر وكتله الوفاء للمقاومه وحلفاء

قد تسمي كتلة الرئيس نبيه بري الحريري من دون أن يعني ذلك نجاحه في التأليف. وفيما لا تزال مشاركة وزير الخارجية جبران باسيل العقدة الأبرز، أكدت مصادر التيار الوطني أن موقفاً مهماً ونوعياً كبيراً سيعلنه باسيل اليوم أو غداً. مصادر مطلعة أكدت للأخبار أن قرار باسيل قد يكون بإعلان الانتقال إلى المعارضة وعدم مشاركة التيار في حكومة الحريري. في هذا السياق نقلت محطة الأوتيفي في عن أوساط التيار أمس أنه يختار نجاح الحكومة على وجوده فيها تقول المعلومات أن البيان الذي سيصدر عن مجموعة الدعم الدولية اليوم والتي سينضم إليها ممثلون عن دول الخليج وعن الهيئات المالية في الأمم المتحدة سيتطرق إلى تشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات التي نص عليها سادر وتعمل على مكافحة الفساد وهي الإصلاحات نفسها التي أوردها الحريري في خطته الاقتصادية الأولى يتضمن البيان إشارة إلى مساعدة لبنان على فك ارتباطه بالصراعات الدولية والإقليمية فضلا عن مساعدات إنسانية لم تحدد ماهيتها في الموضوع نفسه ننتقل الى الجمهوريه التي علمت ان الازمه القائمه بين الحريري وباسيل لم تعالج بعد حيث ان الحريري يصر على عدم توزير باسيل فيرد الاخير بانه اذا لم يشارك في الحكومه فانه لا يكون لتكتل لبنان القوي فيها اي وزير ويرجح ان يعلن التكتل هذا الموقف اثر اجتماع استثنائي سيعقده اليوم في حال ظل الحريري مصرا على استبعاد باسيل من الحكومه ويبدو ان التكتل لم يعقد اجتماعه الاسبوعي امس مفضلا اعلان هذا الموقف في اجتماع استثنائي في الاطار نفسه في الاطار المالي والاقتصادي وفي الجمهوريه كشفت مصادر متابعه ان الرئيس سعد الحريري بدا يتعاطى حاليا بصفته رئيس الحكومه الحاليه والمقبله ويتطلع الى مرحله المعالجات وهو فعلا عقد اجتماعا في بيت الوسط يعد مهما للمره الاولى لجهه الاستمرار في تصريف الاعمال والتفات الى الوضعين المالي والنقدي والموازنه فالى وزير المال حضرت الوزيره ريا الحسن بصفتها مستشاره للشؤون الماليه والنقديه وليس كوزير الداخليه، وعلمت الجمهوريه ان بعض الانفراجات ستحصل على مستوى قيود المصارف، حيث يتوقع ان يبدا اليوم تباعا دخول الفريش موني عبر السماح للمودعين بسحب التحويلات من الخارج بالعمله الاجنبيه نفسها التي تحول لهم بعدما كانت كانت تسلم الى المرسل لهم بالعمله اللبنانيه او عبر شيكات مصرفيه، ما سيسمح في مكان ما لعوده بعض الاموال الى الداخل. ننتقل الى صحيفه الشرق الاوسط التي كتبت الحريري على موقفه واجتماع باريس يدعو الى تشكيل حكومه تقول الشرق الاوسط نقلا عن اوساط مراقبه لمشاورات تشكيل الحكومه اللبنانيه الجديده انه لا فيتو دوليا على تطعيم حكومه التكنوقراط بوجوه سياسيه غير مستفزه من الوزن الخفيف نافيه ان يكون هناك اي موقف معارض سواء من الدول الاوروبيه او من الولايات المتحده لصيغه مشابهه وفعلت الاطراف السياسيه مشاوراتها للتوصل إلى صيغة جديدة لتشكيل حكومة مدفوعة بمفاعيل اجتماع باريس الذي يعقد اليوم في العاصمة الفرنسية لمساعدة لبنان ولا يمكن أن تنفذ قراراته من دون وجود حكومة لتكون الإطار الشرعي والقانوني لتنفيذ القرارات وقالت مصادر متابعة للاجتماع للشرق الأوسط أنه سيبعث رسالة واضحة إلى اللبنانيين بأن حل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد هو بيد اللبنانيين وسيحثهم على تشكيل حكومة تنفذ قراراته للغاية. الخروج من الأزمة. وسيجري التأكيد على مساعدة لبنان انطلاقا من تشكيل حكومة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار التزامها بالإصلاحات الإدارية والمالية التي تعاهدت فيها أمام مؤتمر سادر. والامر الذي يساعد لبنان للنهوض من ازماته الاقتصاديه وذلك في مقابل هذا التحرك وضعت مصادر مواكبه للتطورات الخيارات المتاحه في ثلاث خيارات اولها تفعيل حكومه تصريف الاعمال وهو امر مستبعد في ظل الضغوط الاقتصاديه والتحديات التي تواجه البلاد ثانيها حكومه مواجهه من لون واحد ما يرفضه الثنائي الشعي امل وحزب الله بشكل كامل من منطلق ان هذا الشكل من الحكومه لا يمكن أن ينهض بلبنان من أزماته الراهنة، والثالث هو الخيار الأكثر احتمالا تشكيل حكومة من الاختصاصيين مطعمة بوجوه سياسية لا تحمل حقائب وزارية ولا تتضمن أسماء مستفزة رغم إصرار الحريري على موقفه، وقالت المصادر للشرق الأوسط أن هذا الشكل من الحكومة التي لا تتضمن وجوها سياسية بارزة من الصف الحزبي الأول يمكن أن يسهل تسويقها عربيا وفي المجتمع الدولي. نختم مع الجريدة الكويتية التي نقلت أو نقلت عن مصادر سياسية متابعة أن صراحة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بشأن إصراره على حكومة الإختصاصيين وإلا فليشكل حكومة من دونه من شأنها إختصار الوقت على الراغبين في مفاوضته وتجنيب البلاد جولات إضافية من المشاورات الفاشلة. هذه المصادر أشارت أضافت عفوا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري باشر إتصالات مع بيت الوسط في الساعات الماضية واقترح فيها على الأخير حكومة من 18 وزير، 14 منهم من الاختصاصيين المستقلين وأربعة من السياسيين لا يشكلون استفزازا لأحد بهذا نأتي إلى ختام جولتنا على الصحف فاصل إعلاني نتابع بعده الحدث مع السمر إذا ليس هناك من فاصل عودة إلى زميلة سمر أبو خليل وضيفها